بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هنكمل مع بعض الجزء الثاني في المحاضرة رقم 5، وفي الجزء الثاني ده هنتكلم على السمول سيجنال دايد موديل، وهنتكلم ان جنرال على السمول سيجنال كونسبت وعلى السمول سيجنال ابروكسيميشن. طيب تعالوا نشوف الكونسبت ده اصلا جه منين. احنا كنا خدنا مع بعض قبل كده في المحاضرات الأولانية فكرة السوبر بوزيشن. يعني ايه؟ يعني قلت مثلا وانا عندي دايرة بالشكل ده، او عندي دايرة بالشكل ده فيها دي سي سورس في دي دي، هيبقى عندي كارنت معين ماشي اسمه اي دي، وهيبقى عندي فولت على الدايد اسمه ايه؟ اسمه في دي. طيب لو قلت لك ان الدايرة بتاعتي بدل ما فيها سورس واحد، هقول لك لا، ان الدايرة فيها تو سورسز. هقول لك ان الدايرة فيها تو سورسز، واحد منهم هو ده السورس الاصلي، ده السورس الاصلي اللي بنسميه لارج سيجنال. لارج سيجنال اهو انا هكتب له ال اس، والتاني سورس صغير، دلتا صغيرة، دلتا صغيرة، تشينج صغير بنسميه السمول سيجنال. السمول سيجنال وهقول عليه اس ايه؟ اس اس. فانا عندي هنا تو سورسز، واحد لارج سيجنال والتاني ايه؟ والتاني سمول سيجنال. السمول سيجنال سورس ده برضو ليه كده اسم بالانجليزي بنقول عليه بيرتربيشن. بيرتربيشن يعني ايه؟ بيرتربيشن، بيرتربيشن يعني عندي اضطراب خفيف. يعني دي تعرفها كده الحرفي، ان انا عندي اضطراب خفيف. يعني ايه اضطراب خفيف؟ يعني زياده على الفولت الاصلي بزوده ونقصه حته صغيره اللي هي الايه؟ اللي هي الدلتا. فالدلتا دي عباره عن بيرتربيشن سوبر امبوزد على الفولت الايه؟ سوبر امبوزد على الفولت الاصلي. طيب احنا لو طبقنا مفهوم السوبر بوزيشن، فمفهوم السوبر بوزيشن بيقول لك اصلا ايه؟ ان الفي دي دي بتاعنا ده اللي هو اللارج سيجنال كان ممشي هنا اي دي، وكان ممشي هنا، وكان عامل هنا فولت في دي. لما زود الدلتا دي، الدلتا دي هتزود لي هنا كارنت دلتا اي دي، وهتزود لك هنا فولت دلتا في دي. اكني ان انا بحل الدايره مرتين في الحقيقه، اكن ده كده هو الاي دي داش، وده هو الاي دي دبل داش، بحلها بالسوبر بوزيشن وبعد كده بجمع الاثنين على بعض. وبرده ده اكنه هو ده الفي دايت داش، وده الفي دايت دبل داش، وبعد كده بجمع الاثنين على بعض. فاحنا بنعمل ايه في الحقيقه لما يكون عندنا الدوائر بتاعتنا بقى كلها في الالكترونكس في معظم الاحيان تكون واخده الشكل ده؟ الشكل ده مش شكل السكيماتيك يعني، لا اقصد شكل ان انا عندي لارج سيجنال وسمول سيجنال، فبحل الدايره مرتين، مره باخد اللارج سيجنال سورس بس، ومره باخد السمول سيجنال سورس بس. واحد ممكن يقول لي طب السمول سيجنال دي جت منين، او انا بحطها ازاي؟ ابسط مثال على كده في الحقيقه هي دايره الريكتيفاير اللي احنا خدناها مع بعض. دائرة الريكتيفاير اللي احنا خدناها مع بعض كان بيطلع الاوتبوت بتاعها عامل ازاي؟ احنا كنا قلنا مع بعض ان بعد ما الاوتبوت بيحصل له ريكتيفيكيشن بالشكل ده بنحط الفلتر كاباستور. فالفلتر كاباستور بيعمل ايه؟ بيحاول يحافظ على الفولت ثابت، بيفرغ شويه بعد كده يشحن، يفرغ شويه بعد كده يشحن، يفرغ شويه بعد كده يشحن، وهكذا. فالفولت اللي عندي ده في الحقيقه عليه ريبلز، عليه ريبلز زي ما كنا شرحنا قبل كده في ريبل. طب الفولت ده انا ممكن افكه لجزئين، ممكن افكه لجزئين، اقول ان هو بيساوي ايه؟ اقول ان هو بيساوي لو انا خدت الافرج بتاعه مثلا بتاع الفولت اللي خارج، وليكن الافرج بتاعه، تعال نرسم خط كده اهو مثلا، اهو ده كده الافرج، وليكن الافرج بتاعه بيساوي 10 مثلا، فاقول يبقى ده الفولت التوتال اللي هو الاسود، الاسود اللي هو الفي اوت ده، يبقى الفي اوت انا اقدر افكه لحتتين، اقدر افكه لحتتين، 10 فولت دي سي اهو دي حتة، والحتة التانية عبارة عن ويف فورم اللي هي الريبلز، عبارة عن الريبلز بتاعتي اهيت، والبيك تو بيك بتاعها بيساوي ايه؟ والبيك تو بيك بتاعها بيساوي الفي ريبل اهو، البيك تو بيك ده كده اهو بيساوي الفي ريبل. طيب التوتال اوتبوت هو عبارة عن ايه؟ عبارة عن السيجنال اللي هي دي رقم واحد زائد السيجنال اللي هي دي رقم اتنين، هو ده اللي هيديك الايه؟ هو ده اللي هيديك الفي اوتبوت ويف فورم اللي احنا شايفينها. فبالتالي ممكن اخد ده كده واقول ان ده كده هو اللارج سيجنال بتاعتي، واخد ده كده واقول ان ده هو اللي هي رقم واحد هي اللارج سيجنال، واقول بقى ان اتنين دي هي الايه؟ هي السمول سيجنال. فلما اجي احل مثلا دايره زي دي هحل الدايره مرتين، مره هحط ال 10 فولت دي سي بس واحل الدايره لارج سيجنال، ومره هحط البرتربيشن السمول سيجنال بس واحل الدايره ايه؟ وحل الدايره سمول سيجنال.
طبعا ممكن واحد بقى يقول لي بس انا عندي سؤالين. طب ايه هما السؤالين؟ السؤال الاولاني هو انا ازاي بطبق سوبر بوزيشن، والسوبر بوزيشن ده اصلا مفروض ان انا بطبقه على اللينير سيركتس، واحنا عارفين ان الدايت بتاعنا ده ليه نون لينير كاركترستكس. هقول له سؤال ممتاز فعلا، عندك حق 100%، لكن زي بقى ما هنشوف في السلايد الجايه، نتيجه ان انا عندي السيجنال الثانيه دي عباره عن سمول سيجنال، فبقدر اتغلب على النون لينيرتي واعمل لها ابروكسيميشن اكنها لينير زي ما هنشوف، فبالتالي بيكون السوبر بوزيشن فاليد. فده كده السؤال الاولاني، هنشوفه مع بعض السلايد الجايه. طيب قولي، طب السؤال الثاني، قولوا ايه هو السؤال الثاني؟ يقول السؤال الثاني ايه لازمه الموضوع ده كله اصلا، يعني ايه اللي هستفيده لما افك السيجنال لارج سيجنال وسمول سيجنال؟ ما انا عندي الفي اوت اهي شايفها قدامي، لونها اسود دي كده اهو، ايه مشكلتها؟ يعني ايه اللي هستفيده لما افكها جزء لارج وجزء سمول؟ هقوله اللي هستفيده ان ده بيسمبليفاي الاناليسيس جدا. ليه بيسمبليفاي الاناليسيس جدا؟ لان انا لو انا عايز اتعامل مع الفي اوت دي على بعضها كده، هضطر ان انا استعمل اكيوريت موديل للدايود زي الاكسبوننشال موديل، وده هيكون صعب جدا. لكن لما افك الايكويشن، لما افك الويف فورم لارج سيجنال وسمول سيجنال، في اللارج سيجنال اقدر اتعامل بموديل سهل واحل الدايره بسرعه، وفي السمول سيجنال اقدر اتعامل بموديل سهل واحل الدايره بسرعه، وبرده ده هيبان اكتر في السلايد الجاي. طب تعالوا بقى نشوف السلايد اللي هتجاوب على الاسئله بتاعتنا دي. طب انا عندي هي نفس الدايره بتاعتي اهي، نفس الدايره بتاعتي اللي انا كنت بشرح عليها، فيها زي ما اتفقنا اللارج سيجنال وفيها السمول سيجنال، ده كانبوت سورس، وبرده الكارنت والفولت اللي في الدايره كله هيبقى مكون من جزئين، جزء اللارج سيجنال وجزء السمول ايه وجزء السمول سيجنال. نفس الحكايه هنا، هيبقى عندي جزء لارج سيجنال وجزء سمول سيجنال. طيب لو انا عايز احسب الكارنت في دايره زي دي، اهو عايز احسب الكارنت، هتقول لي لو انا عايز احسب الكارنت، لو انت عايز تحسبه بطريقه اكيوريت، لازم اروح بقى ايه، لازم اروح اشتغل على الاكسبوننشال كاركترستكس زي ما كنا خدنا الجرافيكال اناليسس لو انتوا فاكرين، وكنت اقدر احسب النقطه الحل بتاع الدايره. كنا بنرسم خط تاني كده اهو، وتقاطع الخط ده مع الدايت كاركترستكس دي كده الاكسبوننشال كاركترستكس بتاعت الدايت، التقاطع ده كان هو الحل بتاع الدايره. هاخد النقطه اللي هي بالاحمر دي، وده الحل بتاع الدايره. الحل بتاع الدايره اللي هي يعني مجازا اقدر اقول الكرنت اللي ماشي في الدايره، ناخد بالك ان الفولت اصلا تغيير فيه صغير، التغيير اللي بيحصل في الفولت تغيير صغير نتيجه ان الاكسبوننشال كاركترستكس عنيفه بتزيد بسرعه جدا. فالحل بتاع الدايره مين اللي عندي اللي بركز عليه هو الكرنت اللي ماشي في الاليمنت بتاعي اللي هو الدايود. بنسمي الحل ده البايس بوينت، البايس بوينت، او ممكن بنسميه الكويسنت بوينت، نسميه الكويسنت بوينت اهو، عشان كده بنديله رمز الكيو اهو، بنديله رمز الكيو من كويسنت بوينت. ساعات بنسميه برضو الاوبريتنج بوينت، الاوبريتنج بوينت، كل دي اسماء لحاجه واحده اللي هي النقطه اللي شغال عندها الديفايس بتاعي، اللي هي الحل بتاع الدايره بمعنى اخر. اوبريتنج بوينت، كويسنت بوينت، بايس بوينت، كل دي مسميات لحاجه ايه، مسميات لحاجه واحده. طيب دلوقتي لو انا بقى جيت قلت لك انا جبت الكويسنت بوينت دي من اللارج سيجنال بس، باي ذا واي جبت الكويسنت بوينت دي من اللارج سيجنال بس، قلت لك بقى هنحط السمول سيجنال بتاعتنا. خد بالك السمول سيجنال دي ممكن تبقى دي سي، ممكن تبقى اي سي، في معظم الاحيان بتكون اي سي سيجنال، عشان كده احيانا بن ايه بنعبر عن اللارج سيجنال اناليسس بان هو الدي سي اناليسس، وبنعبر عن السمول سيجنال اناليسس بان هو الاي سي اناليسس. فبنقول ان دايره بنحلها مرتين، مره دي سي اناليسس ومره اي سي اناليسس، نقصد مره لارج سيجنال ومره سمول سيجنال. المهم تعالى بس نشوف الاكزامبل ده دلوقتي ايه اللي بيحصل. دلوقتي ادي الفي دايود بتاعي اهو، اهو ده كده هو الفي دايود اللي جاي من اللارج سيجنال. وبعدين لما انا حطيت البرتربيشن ده، لما حطيت السمول سيجنال دي، وانا البرتربيشن ده هيعمل بيرتربيشن على الدايت فولتج. طيب ولنفترض ان البيرتربيشن اللي بيحصل على الدايت فولتج واخد الشكل ده، نتيجه طبعا الانبوت ويف فورم كانت برده واخده شكل شبه ده اهو. يعني ايه بيرتربيشن تاني؟ يعني بيحصل اضطراب خفيف. يعني ايه اضطراب خفيف؟ يعني الفولت بتاع الدايت عمال يزيد شويه ويقل شويه. خد بالك برده ان الايه النوتيشن بتاع سدره ان هو بيدي للدي سي او للبايس بوينت بيديها رمز في كابيتال، بيدي للدي سي رمز في كابيتال، وبيدي للتوتال سيجنال رمز في سمول، والسبسكريبت اللي هي الدايت كابيتال،
وبيدي للسمول سيجنال رمز في سمول والسبسكريبت هي كمان سمول. فلما يكونوا الاثنين سمول دي كده السمول سيجنال، لما يكونوا الاثنين لارج دي كده اللارج سيجنال، لما يكون واحدة سمول والتانية لارج دي كده التوتال سيجنال اللي هي السمول سيجنال زائد الايه زائد اللارج سيجنال. ده النوتيشن بتاع سيدرا سميث. طبعا النوتيشن دي ممكن تختلف من كتاب لتاني، فبالتالي لازم تراعي الايه، تراعي انك تعرف النوتيشن بتاعت الكتاب قبل ما تبدا ايه، قبل ما تبدا تفهم الايكويشنز بتاعته. طب البرتربيشن بقى اللي حصل في الدايت فولتج ده معناه ايه؟ يعني هيأثر في ايه؟ هو لما الدايت فولتج ده يتغير، لما هو يعني ايه بيعمل برتربيشن تاني؟ يعني هو عمال يطلع وينزل يطلع وينزل يطلع، بس بيطلع وينزل اراوند ايه، اراوند الاوبريتنج بوينت، بيطلع وينزل حته صغيره اراوند الاوبريتنج بوينت. خد بالك ان انا هنا اكني رسم مع التايم، يعني لو انت عايز شقلب الايه، شقلب السلايد كده هتشوف الويف فورم مع التايم. طيب جميل، هيحصل ايه؟ هيحصل ان الكرنت كمان هيتغير، زي ما احنا شايفين كده التغير اللي بيحصل هنا في الانبوت مش بس هيعمل تغير في الفولتج، لا ده هيعمل تغير في الايه، هيعمل تغير في الكرنت. طب التغير في الكرنت ده اقدر اشوفه على الدايت كاركترستكس؟ اقدر اشوفه. ما كون الفولت عمال يطلع وينزل معناه ان الاوبريتنج بوينت دي هي كمان بتطلع وتنزل، بتطلع وتنزل، عماله تطلع وتنزل زي ما الفولت عمال يطلع وايه، زي ما الفولت عمال يطلع وينزل، فعماله اوسيليت كده اراوند الاوبريتنج بوينت، عماله تطلع وتنزل اراوند البايس بوينت. فالكرنت بتاعي هو كمان بيطلع وينزل، بيطلع وينزل، بيطلع وينزل، كل دي عباره عن بيرتربيشنز، اضطرابات خفيفه اراوند البايس بوينت. هتقولي طيب برضو انا مش فاهم انا استفدت ايه من القصة الطويلة العريضة دي؟ هقولك بسيطة يا بطل، تعال اقولك انت استفدت ايه. امسك الدايرة بتاعتك دي بقى وباي سوبر بوزيشن اقسمها لي على دايرتين. الدايرة الاولانية هاخد الدي سي سورس فقط لا غير، او هاخد الدي سي سورس فقط لا غير بالشكل ده اهو، ادي الدايرة الاولانية. والدائرة التانية هاخد الـ AC source فقط لا غير. هتقول لي هو مش الـ AC source كنا بنرسم له علامة sinusoidal كده؟ أقول لك ما تكبرش الموضوع، دي كلها يعني حاجات بسيطة، كل كتاب بيبقى ليه الطريقة بتاعته. فهو الراجل بتاع سدرة عادي بيستعمل إيه، بيستعمل الرمز ده عشان يعبر عن الـ إيه، عشان يعبر عن الـ AC source، فمش هنزعله عادي، مفيش مشكلة خالص، الموضوع ما هوش إيه، ما هوش قانون يعني. طيب أدي نفس الدائرة، وحسيب مكان الدايد هنا فاضي، وهنرجع للحته دي ولا نرسم الدايد؟ اهو نرسم الدايد ونبقى نشيله قدام، نرسم الدايد ونبقى نشيله قدام. طيب انا كده رسمت الدايره مرتين، ومفروض ان انا بحل الدايره باي ايه، بحل الدايره باي سوبر بوزيشن. طيب بص يا بطل معايا بقى، في حاله اللارج سيجنال، في حاله اللارج سيجنال، هل انا محتاج الاكسبوننشال موديل؟ هل انا محتاج احل الاكسبوننشال موديل؟ قلنا مع بعض قبل كده لا مش محتاج. وليه مش محتاجه؟ هو انت ايه الهدف بتاعك اصلا؟ والله الهدف بتاعي ان انا احسب الكرنت اللي ماشي في الدايره، ده الهدف بتاعي. واحسب برضو، ما انا لو حسبت الكرنت يبقى حسبت الفولت، ما مش يعني مش ايه، مش قصه. طيب هقول لك، طب انت حسبت في الاكسبوننشال، حسبت الايه، حسبت الكرنت ده ازاي؟ قلت لك والله لو انت عايز تحلها جرافيكال هتروح ترسم هنا الايه، هتروح ترسم هنا اللود لاين زي ما اتفقنا. اهو اللود لاين ده لما ترسمه هيقطع الدايت كاركترستكس في نقطه معينه، هي دي كانت الاوبريتنج بوينت بتاعتي. هقول لك طيب مش احنا قلنا بقى ان انا ممكن اعمل ابروكسيميت موديل للدايت، والابروكسيميت موديل للدايت ده كان عباره عن ايه؟ ان انا عملت موديل عباره عن خط افقي كده وخط راسي كده اهو، اهو ده الابروكسيميت موديل للدايت. طب هل لما عملت الابروكسيميت موديل للدايت، هل الابروكسيميت موديل ده بيقطع اللود لاين في حته قريبه من الحقيقيه ولا بعيده عن الحقيقيه؟ في حتة قريبة من الحقيقية. الله، يبقى أنا كده لما أجي أقطع الأصفر مع الرمادي، خد بالك مش الأكشوال كاركترستكس، أنا هقطع الأبروكسيمت كاركترستكس. والأبروكسيمت كاركترستكس دي معناها إيه؟ معناها إن أنا شلت الدايود ده زي ما إحنا عارفين، وحطيت مكانه إيه؟ وحطيت مكانه بطارية، وحطيت مكانه أهي بطارية، الفولت بتاعها بيساوي في أون، فأقدر أحسب الكرنت مباشرة، مباشرة بأونز لو، ولا بقى اكسبوننشال ولا جرافيكال اناليسيس ولا حاجه من القصه دي، هحسب الكرنت هنا. هتقولي بس الكرنت ده هيكون ابروكسيميت، اقول لك مفيش مشكله ابروكسيميت، بس ابروكسيميشن كويس ولا وحش؟ هتقولي ابروكسيميشن كويس، اقول لك هو ده المهم عندنا في الالكترونكس، احنا مش عايزين نفعص وانا بجيب الرقم 3.2356798، لا انا ما اهتمش بحاجه زي كده ولا ليها اي قيمه اصلا،
ولا حتى لما اعمل سيميليشنز ليها اي قيمه، لان حتى السيميليشنز بيكون فيها ايرورز. لما اجي اعمل الدايره براكتيكال هلاقي شويه ايرورز مهمه، بس ان احنا ايه نتاكد من البيهيفير بتاع الدايره. خلاصه الكلام ان انا في اللارج سيجنال اقدر استغنى عن الاكتوال كاركترستكس بالكونستنت فولتج موديل، وستيل اقدر اجيب ايه، اقدر اجيب ريزونبل سوليوشن. يعني بمعنى اخر هجيب التقاطع، ومن التقاطع اروح احسب الكرنت بتاعي، ومن كده يبقى انا حليت الايه، وبكده يبقى انا حليت الدايره. طب السؤال بقى دلوقتي، السؤال بالكونستنت فولتج موديل ده، بالكونستنت فولتج موديل اللي انا عامله ده، هل اقدر اعرف احسب الدلتاز؟ يعني هل اقدر بالكونستنت فولتج موديل ده اقول ان لو حصل دلتا في الفولت زي ما انا عامل كده اهو، هو زي اللي انا عامله دلوقتي بقى، ان احنا عملنا دلتا في الفولتج بالشكل ده اللي هي البرتربيشن دي، هل هعرف احسب بالكونستنت فولتج موديل البرتربيشن اللي حصل في الكرنت؟ اقول لي لا مش هتعرف، انت لازم تروح تاني للاكسبوننشال موديل. اقول لك ما انا مش عايز اكسبوننشال موديل، ده موديل صعب وانا مش بحب ان انا استعمله. هنا بقى نيجي للكونسبت الذهبي اللي اسمه الايه، اللي اسمه السمول سيجنال ابروكسيميشن. واحنا زي ما قلت لكم بنحب الابروكسيميشنز، مش بنحب التعقيد، بنحب نبسط كل حاجه عشان يبقى عندنا سمبليفايد ايكويشنز نقدر ندي منها الديزاينر انتويشن، يعني يبقى عنده حس الديزاينر كده بمجرد النظر يعرف ديزاين الدايره، ما نقعدش نغرقه في معادلات، هو يغرق في المعادلات ما يفهمش هو ايه اللي بيحصل اصلا. لا انا عايز اديله معادلات بسيطه عشان يبص على المعادله كده يفهم الدايره بتعمل ايه بمجرد الايه، بمجرد النظر. طيب ايه هو بقى السمول سيجنال ابروكسيميشن؟ بيقول لك يا سيدي احنا عايشين على الكره الارضيه، عايشين على الكره الارضيه، الكره الارضيه دي بيقولوا ان هي واخده شكل كوره او شكل بيضاوي. لكن لو انت واقف على الكره الارضيه كده اهو، هل هتشوف شكل كوره او شكل بيضاوي؟ تقول لي لا انا هشوفها فلات. الله، طب هتشوفها فلات ليه؟ عشان انا شايف منها حته صغيره، انا صغير وهي كبيره، فانا شايف منها حته صغيره، فانا حاسس ان الحته اللي انا واقف عليها اكنها ايه، اكنها فلات، اكنها فلات. هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. يعني ايه؟ يعني الدايود كاركترستكس دي كاركترستكس اكسبوننشال زي ما احنا شايفين، فيها كيرفيتشر ولا ما فيهاش، فيها كيرفيتشر، نون لينير ولا مش نون لينير، نون لينير طبعا. لكن انا لما اجي اعمل بيرتربيشن خفيفه زي اللي انا عملتها هنا اهو، وعمال اتحرك ما بين النقطه دي والنقطه دي بالشكل ده، يبقى انا كده واخد حته صغيره من الكاركترستكس. الحته الصغيره من الكاركترستكس دي اقدر اتعامل معاها اكنها الحته اللي انا واقف عليها في الكره الارضيه، فاقدر اعتبر ان هي ايه، اقدر اعتبر ان هي خط مستقيم، خط مستقيم اللي هي السمول سيجنال ابروكسيميشن. ده بقى اللي بنسميه السمول سيجنال ابروكسيميشن، ان انا طالما عندي الفاريشن اللي بيحصل او البرتربيشن اللي بيحصل ده سمول سيجنال، يبقى هقدر ابروكسيميت الكاركترستكس، الكاركترستكس بتاعتي اكنها خط مستقيم. خط مستقيم يعني لينير، وهو ده بقى اللي خلانا نعرف نطبق السوبر بوزيشن زي ما كنا بنقول، ان انا عملت لينيرايزيشن في الحقيقه للايه، لينيرايزيشن للدايره بتاعتي. طيب امسك الخط المستقيم ده بقى، على فكره الموضوع ده شبه فكره ماكلورين اكسبانشن وديلر اكسبانشن اللي احنا استعملناها واحنا بنحل دايره الايه، واحنا بنحل دايره الريكتيفاير وبالفلتر كاباستور. المهم يعني تعال نمسك الايه، نمسك الخط المستقيم ده. الخط المستقيم ده هيكون عباره عن ايه، عباره عن حاجه ليها سلوب، حاجه ليها سلوب. طب ايه السلوب ده؟ السلوب ده ما هو الا الديريفاتيف، يعني ده عباره عن التنجنت عند الكيو اللي هي الاوبريتنج بوينت. لو حسبت الديريفاتيف بتاعه يبقى انا حسبت السلوب، لو حسبت الدريفاتيف بتاعه يبقى انا حسبت السلوب. طيب تعالى نحسب الدريفاتيف، تعالى نحسب الدريفاتيف ونشوف. طيب انا همسح دي خلاص، احنا كده فهمنا الايه، فهمنا اللارج سيجنال بيحصل فيها ايه، مفيش اي مشكله في اللارج سيجنال، احنا فهمناها كويس. طيب تعالى بقى نشوف موضوع الدريفاتيف ده. احنا عارفين ان معادله الدايد بتساوي اي اس اكسبوننشال الفي دايد على الفي تي. طب تعالى نفاضل بقى المعادله دي، طبعا انتوا اساتذه في الايه، اساتذه في التفاضل، فانتوا عارفين ان السلوب هو التفاضل وهو الاي دي باي في دي. لما اجي افاضل هعمل ايه؟ تفاضل الاكسبوننشال بيطلع هو هو الاكسبوننشال، بيطلع هو هو الاكسبوننشال مضروب في تفاضل الاكسبوننت اللي هو هيبقى واحد على في تي. طبعا هتلاحظ ايه، نمسح بقى الكره الارضيه دي،
هتلاحظ انه هو ده كارنت طلع لك تاني في الحقيقة. فالمعادلة دي بتساوي ايه؟ بتساوي كارنت اي دي على الفي تي. ده هو الاسلوب. طب مش الاسلوب ده برضو ما هو الا الدلتا واي على الدلتا اكس؟ تقول لي الاسلوب هو الدلتا واي على الدلتا اكس. هقول لك طب الدلتا اكس اللي حصلت عندك مش دي البرتربيشن اللي حصل في الفولتج اللي هو الفي دايود سمول سيجنال ده؟ تقول لي هو ده فعلا الدلتا اكس الفي دايود سمول سيجنال. خد بالك الاثنين سمول ليترز. والبرتربيشن اللي حصل في الواي مش هو الاي دايود سمول سيجنال ده؟ تقول لي ده هو الاي دايود سمول سيجنال. يبقى انا كده عملت ايه يا شباب؟ يبقى انا كده جبت علاقه ما بين السمول سيجنال بيرتربيشن في الفولتج والسمول سيجنال بيرتربيشن في الكرنت. والعلاقه دي بقى المفاجاه هي ايه؟ ان هي مش محتاج عشان احلها الاكسبوننشال كاركترستكس. ليه؟ ان انا عملت فكره السمول سيجنال ابروكسيميشن وعملت لينيرايزيشن للايه للموديل. طيب العلاقه دي اسميها ايه؟ طيب اسميها، خد بالك ان انا هحسبها ببساطه بالمعادله دي. يعني العلاقه هي الايه؟ هي دي كده اهو. والاي دي انا اوريدي جبته، الاي دي انا جبته من لارج سيجنال، خد بالك، باستعمال الكونستانت فولتج موديل. والفي تي ده انا عارفه اللي هو الكي تي على كيو اللي هو 26 ملي فولت ات روم تمبريتشر. النقطه بقى دلوقتي ان دي اسميها ايه؟ طيب يطلع الموديل ايه واسميها ايه؟ دي عباره عن كارنت على فولت، كارنت على فولت. طب كارنت على فولت ومعادله خط مستقيم تطلع ايه؟ دي كاركترستكس بتاعت ايه؟ يعني لو انا جيت قلت لك والله انا عندي اي في كاركترستكس عباره عن خط مستقيم، يطلع ايه الاليمنت ده؟ طبعا بدون اي تفكير ده عباره عن ريزيستور اومز لو. اي في كاركترستكس خط مستقيم، يبقى ده عباره عن ريزيستور اومز لو. طب السلوب هنا بيساوي ايه؟ اوعى تقول لي الريزيستنس، ده الكارنت على الواي اكسس والفولت على الاكس اكسس. فالسلوب هنا هو الايه؟ هو الكوندكتنس. نفس الكلام برضو هنا اهو، انا عندي هنا كارنت على فولت، علاقه خط مستقيم بعد ما عملت السمول سيجنال ابروكسيميشن، فدي كوندكتنس. بس عشان دي سمول سيجنال كوندكتنس فهديها رمز جي سمول، هديها رمز جي سمول. وعشان هي بتاعت الدايود فهقوم مديها سبسكريبت دي. طب لو عايز اجيب الريزيستنس ما هي مقلوبها، الموضوع بسيط، واحد على برضو هديها رمز ار سمول عشان دي سمول سيجنال، وهديها سبسكريبت دي. عشان كده هتلاقي هنا مكتوب لك ان السلوب بيساوي واحد على ايه؟ واحد على ار دي. احسبها منين؟ تحسبها من الايكويشن اللي قدامك هنا اهو اللي انت جبتها من التفاضل. طيب هتقول لي يعني دلوقتي في السمول سيجنال وانا بحل الدايره بقى سمول سيجنال عندي دلتا في دي، دلتا في دي دي الار هي ما اتغيرتش. الدايود بقى اشيل الدايود واحط مكانه ايه؟ هل احط مكانه فولتج سورس زي اللارج سيجنال؟ طبعا لا، هشيل الدايود بقى دلوقتي واحط مكانه زي ما انا شفت كده، احط مكانه ريزيستنس، لان الموديل بتاع الدايود هنا هو الموديل بالظبط بتاع الايه؟ هو الموديل بتاع ريزيستنس. فاحط هنا ريزيستنس بتساوي ار دي، فبالتالي اقدر من الدايره دي مباشره دايره بقى بسيطه خالص عن طريق اومز لو اروح احسب الدلتا اللي حصلت في الكرنت، الدلتا اي اللي هي بتساوي الاي دي بسمول ليترز. يبقى انا كده نجحت ان انا احسب ازاي الدايره بتبيهيف لما بحط بيرتربيشن من غير محتاج ارجع للاكسبوننشال موديل. وهو ده بقى اهميه السمول سيجنال موديل والسمول سيجنال ابروكسيميشن. واحد بقى هيسالني يقول لي يا جدع يعني كده الدايود عباره عن ريزيستنس؟ الدايود عباره عن ريزيستنس لو انا بكونسيدر السمول سيجنال تشينج بس. فعشان كده بنقول ان الموديل بتاع الدايود لو انا بتعامل مع لارج سيجنال هو الموديل بتاع البطاريه زي ما احنا كنا بنشوف، لكن الموديل بتاع الدايود لو انا بشتغل سمول سيجنال اللي هي بقى بنسميها السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت، دي كده بنسميها السمول سيجنال ايكويفالنت سيركت. يعني دي السيركت المكافئه للسيركت الحقيقيه لما يكون عندي سمول سيجنال، لما يكون التشينج بتاعي صغير. الدايود بيبيهيف اكنه ريزيستنس، والريزيستنس اقدر احسبها من المعادله دي من غير ما احتاج خالص ارجع للمعادله النون لينير. فاحنا بنستعمل الكونسبت ده عشان نتغلب على مشكله ان كل الالكترونيك ديفايسز هم نون لينير ديفايسز، نون لينير ديفايسز. لكن لما استعمل السمول سيجنال كونسبت والسمول سيجنال ابروكسيميشن اقدر اتعامل مع كل النون لينير ديفايسز دي بكل سهوله وبكل بساطه عن طريق معادلات بسيطه جدا جدا من غير ما احتاج خالص ان انا احتك بالمعادلات النون لينير. طب تعالوا بقى نشوف ابلكيشن للايه للكلام ده.
ابلكيشن بسيط وخدناه قبل كده هو الدي سي باور سبلاي. احنا زي ما احنا عرفنا دي سي باور سبلاي بيجي لي هنا الكهرباء من المينز، من المينز يعني اللي هي من شبكه الكهرباء، وبعد كده بدخلها على باور ترانسفورمر يعمل لي ستيب داون، ادخلها على ريكتيفاير هنا فول ويف ريكتيفاير اهو بالشكل ده، احط مع الريكتيفاير بتاعي فلتر كاباستور، الكاباستور هيفلتر لي الاوتبوت بالشكل ده. مفروض بقى ان انا بعدي السيجنال دي كده قبل ما اوديها للود بقى اعديها على دايره اسمها فولتج ريجوليتر. طب ايه وظيفه الفولتج ريجوليتر ده؟ وظيفه الفولتج ريجوليتر ده في الحقيقه حاجتين. الحاجه الاولانيه ان هو يديك فولتج ثابت، فولتج ثابت ما يتاثرش بالتغيرات اللي بتحصل في الانبوت. فاحنا شايفين هنا رغم ان انا حطيت فلتر كاباستور لكن الفولت اللي جاي هنا هيبقى عليه ريبلز. وظيفه الريجليتر ان هو يخلي تاثير الريبلز دي على الاوتبوت بتاعي اقل ما يمكن، دي اول وظيفه ليه. طب ايه كمان؟ اللود بتاعي ده بيسحب كارنت متغير في الحقيقه، بتلاقي ان اللود كارنت ده يقعد ساعات يزيد وساعات يقل، ساعات يزيد وساعات يقل. وظيفه الريجليتر الثانيه ان هي تخلي الفولت اللي عندي ده يفضل ثابت ما يتاثرش باللود فاريشنز. لما اللود بتاعي يتغير اشيل الموبايل واوصل الموبايل، الموبايل يسحب كارنت كبير كارنت صغير، يفضل برضو الفولتج ثابت. هي دي وظيفه الفولتج ريجليتر. عشان انالايز بقى الفولتج ريجليتر ده هنحتاج اللي احنا قلناه دلوقتي اللي هو السمول سيجنال كونسبت والسمول سيجنال ابروكسيميشن. طب تعالى ناخد مثال بالارقام عشان نوضح الموضوع اكتر. ده اكزامبل 4.5 في التكست بوك بتاعنا في الكتاب بتاع سيدرا سميث. مديك ايه دلوقتي؟ انا داخل عندي هنا فولتج وليكن ده هو الفولتج اللي جاي من الريكتيفاير. زي ما اتفقنا بقى هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن دي سي فولتج بلس سيجنال عباره عن ريبلز بلس ريبلز. هيبقى عندي دي سي فولتج بلس ايه؟ بلس ريبلز. وبعدين هنا انا عايز اعمل هنا ريجليتور بسيط جدا عن طريق سنجل دايود فورورد بايس. تقول لي ايه ده مش هي دي دايره الليميتر؟ اقول لك اه معاك حق، شبه دايره الليميتر. وظيفته ايه الريجليتور ده؟ ان هو يطلع لك هنا فولت ثابت بيساوي 0.7 فولت. هتقول لي ايه هو في حاجه بتشتغل ب 0.7 فولت؟ اقول لك برده معاك حق، يعني طبيعي ان احنا بنحتاج فولت اكبر من كده شويه، ولكن ده مجرد بس الاول مثال عشان نفهم الموضوع. الدايت ده دلوقتي بيعمل ايه؟ عايز يثبت الفولتج، وهي دي وظيفه الريجليتر. وظيفه الريجليتر ان هو يطلع لك دي سي فولتج ثابت. طيب تعالوا بقى نشوف ازاي الدايره بتاعتي بتبيهيف. تعالوا نشوف ازاي الدايره بتبيهيف. هو مديك ايه في الجيفن بتاعك؟ بيقول لك انت عندك هنا ريزيستنس ب 10 كيلو اوم، جميل، عندك المقاومه دي اهي ب 10 كيلو اوم، وعندك الباور سبلاي بتاعك ده عباره عن دي سي ب 10 فولت، دي سي ب 10 فولت عليه ريبلز، عليه ريبلز البيك بتاعها بواحد فولت. اهو يعني انت عندك سيجنال لو جيت ترسمها مع التايم، اهو لو جيت ارسم السيجنال دي مع التايم المفروض هلاقيها حاجه عامله كده اهو، حاجه عامله كده. والحاجه اللي عامله كده اهو دي مكونه من جزئين، جزء دي سي، جزء دي سي وعليه جزء ريبلز. فانا هفكها للجزئين دول، هفكها للجزء الاولاني اللي هو الدي سي ده بيساوي كام؟ ده بيساوي 10 فولت ما بيتغيروش مع التايم. والجزء الثاني اللي هو الاي سي هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن ساين ويف بالشكل ده. هتقول لي هي ريبلز مش ساين ويف، مش مشكله، مش دي مشكله، اي ويف فورم مش هتفرق قوي، ساين ويف او غيره في الاخر نفس الفكره. طيب بكام الامبليتيود ده يا سيدي؟ قالك الامبليتيود ده بيساوي واحد ايه؟ بيساوي واحد فولت. فده كده اللي هنسميه الاي سي اناليسيس، او ده اللي هنسميه لارج سيجنال اناليسيس، وده اللي هنسميه السمول سيجنال اناليسيس. هتقول لي هي الواحد فولت سمول سيجنال دي كبيره قوي، اقول لك هي بالنسبه للعشرة صغيره. حكاية سمول ولارج دي عملية ريلاتيف، وده برضو عندنا في كل الدوائر بتاعتنا في الالكترونيكس. لما اقول لك لارج او سمول تقول لي بالنسبة لايه؟ لازم تعرف بالنسبة لايه. فالواحد فولت بالنسبة للعشرة فولت صغيرة، هي ان هي اقل منها 10 مرات، واحنا قلنا فاكتور اوف 10 ده بنعتبره في الالكترونيكس يعتبر ايه؟ فرق كبير ما بين الايه؟ فرق كبير ما بين السيجنالز. طيب بنعمل ايه بقى يا بطل؟ قالك بنحل الدائرة مرتين. يعني ايه بنحل الدائرة مرتين؟ مرة هعمل الدي سي سيركت ومرة هروح اعمل الاي سي سيركت. طب لما اروح اعمل الدي سي سيركت هعمل ايه؟ والله بسيطة خالص، هشيل الدايود واحط مكانه ايه؟ واحط مكانه اللارج سيجنال موديل بتاعي اللي هو عبارة عن بطارية. حطيت بطارية هنا، اعرف احسب الكرنت ولا ما اعرفش؟ اعرف احسب الكرنت طبعا، حسبت الكرنت، ده كده الدي سي ايه؟ ده كده الدي سي سوليوشن.
طيب عايز احسب بقى الاي سي سوليوشن. الاي سي سوليوشن خد بالك انا هنا حطيت الانبوت بتاعي هو 10 فولت بس اللي هو اللارج سيجنال. هرجع بقى هنا احط الفولت الانبوت بتاعي هو السمول سيجنال بس. دي كده هي السمول ايه, دي كده هي السمول سيجنال. طبعا انا ارسم الدايره عامله كده واكتب في اس واعمل الار وارسم الدايود هي هي, انا ما غيرتش اي حاجه, هي هي نفس الدايره بس انا رسمتها هنا شقلبتها شويه بس. طيب اشيل بقى الدايت واحط مكانه ايه, اتفقنا خلاص السمول سيجنال الدايت بيبيهيف اكنه ايه, اكنه عباره عن ريزيستنس, مقاومه صغيره ار دي, ودي مقاومه ال10 ايه, ودي المقاومه ال10 كيلو اوم. طيب جميل. طب هو عايز ايه في المساله, عايز ايه في المساله؟ بيقول لك ان ده كده هي الريبل زي ما احنا كنا بنقول اللي موجوده على الباور سبلاي. عايز, طب عايزني احسب ايه؟ قال لك احسب لي دي سي فولتج اللي على الدايت. هيطلع بكام دي سي فولتج اللي على الدايت؟ ب 0.7 بس كده بمجرد النظر ستريت فورورد. واحسب لي كمان الامبليتيود بتاع الساين ويف اللي هتطلع اكروس الدايت. يعني ايه الكلام ده يا شباب؟ يعني ايه الكلام ده؟ ركز مع بعض بقى. دلوقتي احنا قلنا ان الفي اس دي عباره عن ساين ويف اهي زي ما احنا رسمناها, والامبليتيود بتاع الساين ويف دي بيساوي كام يا سيدي؟ بيساوي 1 فولت. طيب هيحصل لها ايه الساين ويف دي؟ هيحصل لها فولتج ديفايدر, هيحصل لها فولتج ديفايدر. فهتيجي هنا هيكون ليها امبليتيود تاني, مش الواحد فولت بقى, هيتيجي هنا هو هيكون ليها امبليتيود تاني. بكام الامبليتيود ده؟ الامبليتيود ده بيساوي كام؟ هتقولي بسيطة خالص الموضوع, يعني ستريت فورورد. هعمله ايه؟ هعمل فولتج ديفايدر. طيب انا هسألك سؤال قبل ما نحل. انا عايز الامبليتيود ده لو علامة الاستفهام, عايزه يبقى علاقته ايه بالواحد فولت دي؟ عايزه يبقى زيها ولا اصغر منها بكتير؟ اعمل كده بوز وفكر. طبعا الاجابه الصحيحه ان انا عايز ده يبقى اصغر بكتير من 1 فولت. ليه؟ ما هي دي وظيفه الريجليتور زي ما اتفقنا. انا وظيفه الريجليتور ان انا مش عايز الريبلز اللي موجوده في الانبوت تظهر لي على الاوتبوت. انا مش عايز الاوتبوت يحس بالريبلز دي, انا عايز الاوتبوت ده يفضل ايه, يفضل ثابت. طب تعالوا بقى نعوض بالارقام ونشوف هل الكلام ده هيتحقق فعلا ولا لا. هنحل بقى الدايرة ازاي؟ هنمسك زي ما اتفقنا الاول الدي سي, وفي الدي سي زي ما اتفقنا مع بعض انا هشيل الدايت بتاعي وحط مكانه بطارية. يبقى بكل سهولة اقدر احسب الكرنت اللي ماشي هنا ان هو 10, ده الانبوت ماينس 0.7 ده الفولت اللي على الدايت على قيمة المقاومة. خد بالك المقاومة هنا بالكيلو, فعلى طول تطلع لك الكرنت بالملي. مش محتاج اقعد بقى اكتب ايه صفار كتير وصفار قليلة, الموضوع ملوش اي لازمة. في معظم الاحيان هتلاقي ان احنا في الالكترونكس عندنا مقاومات بالكيلو وعندنا الكارنت بالايه, وعندنا الكارنت بالملي. طيب جميل, انا كده حسبت الدي سي سوليوشن. روح يا بطل بقى احسب لي الاي سي سيركت. هتقول لي ما الاي سي سيركت انا قلت ان انا هشيل الدايود دي كده ال10 كيلو اللي احنا عارفينها, وعندي هنا مقاومه الدايود. هتقول لي طب مقاومه الدايود احسبها ازاي؟ ما احنا حسبناها مع بعض, طلعنا لها ايكويشن عن طريق الديريفاتيف. حسبنا التفاضل, عملنا ديفرنشيشن, طلعنا لها ايكويشن. اهو ده الكارنت اللي انا حسبته, وده الثيرمال فولتج. الثيرمال فولتج سدرة يعني عشان يبسط الدنيا بياخدوا 25 ملي فولت, او في الحقيقه لو عوضت يعني بروم تمبريتشر بيطلع الثيرمال فولتج اراوند 26 ملي فولت. ما فيش اختلاف كبير يعني, مش هنختلف في ايه, في حاجه بسيطه زي دي. خد بالك برضو من الكونفنشن بتاع الكتاب اللي انت بتستعمله عشان تبقى عارف هو بيستعمل 25 ولا 26. المهم طلع لك هنا قيمه, او طلع لك هنا قيمه. القيمه دي بكام؟ بحوالي 27 اوم. القيمة دي بحوالي 27 اوم. طب انت قول لي كده بقى من غير ما احسب اي حاجة, الفولت اللي هيطلع هنا هيكون صغير ولا كبير؟ طبعا بمجرد النظر هيطلع فولتج صغير جدا. الله, ليه فولتج صغير جدا؟ ما احنا عندنا هنا فولتج ديفايدر, واحنا عارفين خدنا مع بعض في السيركتس ريفيو ان لما يكون عندي فولتج ديفايدر معظم الفولت بيقع على المقاومة الكبيرة, وانا عندي المقاومه دي 10 كي اكبر بكتير من 27 اوم, فمعظم الفولت هيقع على المقاومه دي وهيجي لك هنا فولت صغير جدا عند الايه, عند الاوتبوت بتاعك. طب نحسب يا سيدي, نحسب, احسب بالايه, بالارقام. ده اللي انا عايز احسبه. اه دي علامه الاستفهام بتاعتي, ده البيك بتاع الريبل اللي هو ب 1 فولت اهو, وده الفولتج ديفايدر. هتعوض اهي, ادي المقاومه بتاعتك ال 27 اوم تقريبا اهي, وادي الار هو هنا حط كل حاجه بالكيلو. هيطلع له ان الريبلز اللي طالعه في الاوتبوت بكام يا سيدي؟ يبقى راوند 2.7 ملي فولت. شوف شوف قللتها قد ايه, قللتها يعني اكتر من ايه, اكتر من 1 فولت ل 2.7 ملي فولت, يعني اكتر من 2 اوردرز اوف ماجنيتيود. قللتها اكتر من 2 اوردرز اوف ايه, اوف ماجنيتيود.
طيب لازم بقى بعد ما خلصت كده ارجع افكر، اعمل بقى ريفليكشن كده، افكر مع نفسي، طب وانا حليت الدايره دي ازاي؟ حليتها باستعمال السمول سيجنال موديل. طب اللي هو مبني على ايه؟ اللي هو مبني على السمول سيجنال ابروكسيميشن. طب هل الابروكسيميشن ده فاليد ولا لا؟ دايما لما تعمل ابروكسيميشن ارجع اسال نفسك كده، هو الابروكسيميشن اللي انا عملته ده فاليد ولا لا؟ طب اتاكد ازاي؟ شوف اللي انت طلعته، شوف اللي انت حال اللي انت طلعته. انا طلعت هنا ان الفولتج اللي على الدايود بيفاري ب 2.7 ملي فولت. طب دي مقارنه بال 700 ملي فولت اللي على الدايود اللي هم ال 0.7. خد بالك الدايود عليه في الدي سي 0.7 مقارنة بال 0.7 اصغر بكتير ولا كومبارابل؟ طبعا الاجابة اصغر بكتير قوي. يبقى هل جاستيفايد ان انا اعتبر دي سمول سيجنال وطبق عليها السمول سيجنال ابروكسيميشن؟ 100% جاستيفايد، ما عنديش اي مشكلة. يبقى كده السمول سيجنال موديل اللي انا استعملته ده ويل جاستيفايد. ويل جاستيفايد يعني مبرر وفاليد، وهيديني ابروكسيميشن في الحقيقه كويس جدا جدا. يبقى انا كده فهمت حاجتين، فهمت ان الريجوليتور بتاعي ده قلل الريبلز، وفهمت ان السمول سيجنال موديل خلى الحل بتاع الدايره حل بسيط جدا. لو ما عملتش سمول سيجنال ابروكسيميشن كنت هضطر اغرق في الاكسبوننشال، ولو غرقت في الاكسبوننشال مش هعرف اطلع منها ايه، مش هعرف اطلع منها تاني. واحد بقى هيقول لي بس ال 0.7 فولت دي ما تاكلش عيش، انا اعمل ايه 0.7 فولت؟ انا عايز فولت اكبر من كده. طب اجيبه ازاي؟ ابسط طريقه ان انا بدل ما هبقى عندي دايد واحد هحط كذا دايد ان سيريز. في المثال ده مثلا لو كل دايد عليه 0.7 هلاقي ان ده اكنه ريجليتور، برضو اكنه فولتج ريجليتور، وهيخرج لي فولت بقى بيساوي 2.1. جت منين 2.1 دي؟ دي عباره عن ال 0.7 بلس 0.7 بلس ايه بلس 0.7 هيديك 2.1 ايه، هيديك 2.1 فولت، واحقق الوظيفه اللي انا عايزها اللي هي وظيفه الفولتج ريجليتور. زي ما قلنا ايه الهدف من الريجليتور ده؟ ان هو يديك كونستانت دي سي فولتج. يعني ايه؟ يعني ما يتغيرش حتى لو الانبوت بتاعه اتغير، وده بنسميه اللاين ريجيليشن. اللاين ريجيليشن يعني الفولت اللي جاي على الانبوت لاين لو اتغير انا عايز الاوتبوت يفضل ثابت، وبرده ما يتغيرش حتى لو اللود كارنت اللي مسحوب من الريجليتور برده اتغير، وده اللي بنسميه اللود ريجيليشن. فالريجليتور ده داخل له انبوت من هنا، وبعد كده موصل انا فيه لود من هنا. اللاين ريجليشن ان لما ده يتغير الاوتبوت ما يتغيرش. واللود ريجليشن ان لما اللود كارنت ده يتغير برضو عايز الاوتبوت بتاعي ايه، عايز الاوتبوت بتاعي ما يتغيرش، انا عايز الفي اوت ده يبقى كونستانت دي سي ايه، كونستانت دي سي فولتج. هتلاقوا بقى الدايره دي عليها برضو سولفد اكزامبل في الايه، في الريفرنس بتاعنا اللي هو الكتاب بتاع سيدرا سميث. هسيب لكم بقى سولفد اكزامبل ده تحلوه كده كهوم ورك ليكم. زي ما احنا قلنا المفروض ان هي تطلع 2.1 فولتس، بس خد بالك بقى لما تيجي تحسب الايه، لما تيجي تحسب الفولتج ديفايدر هنا انت ما عندكش فيه دايد واحد، لا ده انت عندك هنا 3 ايه، ده انت عندك هنا 3 دايدز. فحل بقى المساله دي بالارقام عشان تبراكتس اكتر. ان شاء الله بقى في الجزء اللي جاي هنعرف برده معلومات اكتر عن الفولتج ريجوليشن، بس باستعمال بقى سبيشال تايب اوف دايد اللي هو بنسميه الزينر دايد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.